السؤال رقم 42 في الشكل المقابل عند تحريك المغناطيس في الاتجاه الموضح، فإن شدة الإضاءة. بيسألني عن إضاءة المصباح، فأنا هركز في الدايرة اللي فيها المصباح وأشوف إضاءة المصباح بتتوقف على إيه في الدايرة. إضاءة المصباح في الدايرة دي، الدايرة اللي فيها المصباح بيمر فيه تيارين، التيار الناتج عن مرور التيار من البطارية بسبب البطارية، وفي تيار مستحس نتيجة إن الملف ده هيقطع مجال المغناطيس اللي بيبتعد. يبقى أنا دلوقتي مطلوب مني أحدد اتجاه البطارية، وده أمر سهل لأن التيار بيخرج من القطب الموجب يروح للقطب السالب، وبعدين أحدد اتجاه التيار المستحس في دايرة المصباح عن طريق قاعدة لينز إن هو هيعاكس التغير، وأشوف التيارين. لو التيارين في نفس الاتجاه يبقى إضاءة المصباح هتزداد، لو اتجاه التيارين عكس بعض يبقى إضاءة المصباح هتقل. طيب نروح نشوف الأول اتجاه البطارية. اتجاه البطارية هو محدده على الرسم، وممكن في بعض المسائل ما يكونش متحدد، فإحنا هنا هنخرج من القطب الموجب هيكون اتجاه التيار زي ما هو مرسوم. طب عايزة أعرف اتجاه التيار المستحس. هنا المغناطيس بيبتعد، يقوم الملف مش عايزه يبتعد، عايز يعاكس اللي بيحصل، فعايزه يقترب عشان يشده. يشده عن طريق مين؟ الأقطاب اللي هيكونها، فيكون يكون لي هنا N ويكون هنا S، فهيتم تجاذب. طب ما أنا كده أقدر أجيب التيار المستحس إزاي؟ عندي ملف لولبي وعارفة الأقطاب بتاعته بقاعدة أمبير لليد اليمنى، آدي الإبهام مع الـ N، وكده التيار لأسفل، يبقى التيار هيبقى في الملف لأسفل. طيب انا كده الملف اترسم عليه تيارين، تيار البطاريه لاسفل وتيار المستحس برضو لاسفل، يبقى التيارين اتجاههم مع بعض، يبقى اضاءه المصباح هتزداد. السؤال اللي بعده، عند ابعاد القطب الجنوبي، طبعا هو مش راسم لي القطب الشمالي، احنا عايزين اهم حاجه القطب القريب من الملف. عند ابعاد القطب الجنوبي عن الملف يتولد في الملف مجال يكون اتجاهه داخل الملف، عايز يعرف اتجاه المجال داخل الملف. طيب لما القطب الجنوبي ده يبتعد، الملف عايز يعاكس اي حاجة بتحصل، ازاي يبتعد؟ لا، عايزه يقرب، فيقربه ازاي؟ عن طريق الاقطاب اللي هتتكون، فيبدأ يكون لي هنا N وهنا S. ليه قلت N و S؟ عشان ال N تقدر تشد ال S وتحول عملية الابتعاد لتقريب. يبقى دلوقتي وكأن الملف عايز يعاكس اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل؟ المغناطيس بيبتعد. طب وايه عكسه؟ ان المغناطيس يقترب. طب ويقربه ازاي؟ عن طريق الاقطاب. فهو قرر الملف ده ان يكون ده قطبه الشمالي وده قطبه الجنوبي. طيب لما احدد بقى اتجاه التيار ازاي؟ مش ده ملف لولبي معروف اقطابه هيبقى شكلها ايه؟ اذا مش سهل احدد اتجاه التيار بقاعده امبير لليد اليمنى، دايما الابهام مع اتجاه القطب الشمالي، يبقى كده التيار اتجاهه لاسفل. تمام كده. طيب لما يكون اتجاهه لاسفل يبقى هو هيمشي من فين لفين؟ من ه لدال. طيب يبقى احنا عندنا اتجاه التيار من ه لدال اهو وفي الملف، وادي كمان من ه لدال في الملف. هاخد الاختيار ان هون هو عايز اتجاه المجال داخل الملف، مش الملف ده اصبح مغناطيس. تمام. واتجاه المجال بيبقى ازاي؟ قالك من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي خارج الملف او خارج المغناطيس. طب داخل الملف وعايز اتجاه المجال داخل الملف، يبقى داخل الملف هيمشي من القطب الجنوبي الى القطب الشمالي. تاني، اي مغناطيس عندي، ما هو ده شبه المغناطيس الطبيعي بس ده كهربي، ادي عندي هنا N وعندي هنا S. اتجاه المجال، انت عايز اتجاه المجال خارج المغناطيس ام داخله؟ في الخارج بيخرج من القطب الشمالي يروح للقطب الجنوبي، ولكن في الداخل من الجنوبي للشمالي لانه مسار مغلق. طيب ما ده شبهه بس ده مغناطيس طبيعي وده كهربي، يبقى مجاله في الداخل الملف من الجنوبي الى الشمالي، ادام انت عايز داخل الملف يبقى اختار الاختيار ب، من صاد الى ايه؟ الى سين، والتيار من ه لمين؟ لدال. نشوف السؤال اللي بعده، سقطت حلقة فلزية باتجاه محور ملف لولبي كما هو مبين بالشكل. سقطت باتجاه الملف، فهمت ايه؟ فهمت ان في عملية تقريب بتتم. طبعا ادام في عملية تقريب يبقى هنتج تيار مستحس يحاول يعاكس اللي بيتم، يحاول يعاكس التقريب لابعاد.
طيب القطب المغناطيسي عند ألف، هنا لو انت مشيت مع اتجاه البطارية، طبعا هو محدد، بس ممكن تيجي مسألة مش محدد فيها. لما يكون عندك بطارية هتخرج من القطب الموجب اهو، ماشي من القطب الموجب اهو ورايح للقطب السالب. طب ما انت كده هتقدر تعرف اللي فين القطب الشمالي وفين القطب الجنوبي، لان انت عندك كده اتجاه التيار، يبقى فوق جنوبي وتحت ايه شمالي. طيب ماشي، يبقى انت عندك اللي هتختار رقم ب، ما القطب المغناطيسي اللي عند الالف جنوبي. طب اتجاه التيار في الحلقة في الوجه المقابل، خلي بالكو الحلقة ليها وجهين، وجه الاسفل ووجه الاعلى. يبقى الحلقة كمغناطيس دائري مثلا، او لما يتكون فيها تيار مستحث وتتحول الى مغناطيس، هيبقى فيها قطبين، قطب الاسفل وقطب الايه الاعلى. طبعا الاسفل هيحاول يكون جنوبي عشان يحدث تنافر، لان في عملية تقريب بتتم، والتنافر هو اللي هيحقق العكس عشان يبقى فيه ابعاد. طيب المجال او اتجاه التيار في الحلقة، احنا اتفقنا ان الحلقة دي هيبقى الوجه اللي هو السفلي اللي هو مواجه، لان مين الوجه الحلقة اللي مواجه للملف؟ طبعا الوجه السفلي. الوجه السفلي ده هيحاول يعاكس عملية الاقتراب، فيحاول يكون على القطب السفلي ده قطب جنوبي علشان يتنافر مع القطب الجنوبي للملف. طيب ومعروف عن القطب الجنوبي ان اتجاه تياره بيبقى مع عقارب الساعه، فانا هختار اتجاه التيار في الحلقه مع عقارب الساعه. عرفت ازاي؟ ما انا عرفت ان الحلقه هيتكون في الوجه المقابل للملف قطب جنوبي، وعارفه ان معلومه ان القطب الجنوبي بيكون تياره مع عقارب الساعه، والقطب الشمالي بيكون تياره عكس عقارب الساعه. دي معلومه احنا عارفينها من قاعده عقارب الساعه. طيب السؤال اللي بعده، السؤال رقم 45، حلقة من النحاس معدنية معلقة تعليقا حرا في خيط عند تحريك المغناطيس بالقرب منها. طبعا لما يجي يقترب المغناطيس هيتكون في الحلقة تيار مستحث بسبب التقريب، ورغم ان التيار ده نتج بسبب التقريب، الى ان التيار ده هيحاول يعاكس التقريب. وايه عكس التقريب؟ الابعاد. فازاي الحلقة دي تبعد عن المغناطيس؟ انها هتكون على القطب المواجه للمغناطيس قطب مشابه، يعني القطب ايه ده هيبقى ان عشان يحدث تنافر. يبقى احنا هنختار الاختيار رقم ب، يصبح وجه الحلقة ايه شمالية. طيب السؤال اللي بعده، في الدائرة الموضحة لو نقصت قيمة المجال بمعدل 150 تسلا على الثانية، ايه ده؟ ده دلتا بي على الدلتا تي. طب وانا عرفت ازاي؟ من الوحدة، ما هي تسلا على ثانية، كمان بيقول لي بمعدل المجال ناقص بمعدل، يبقى دي دلتا بي على دلتا تي. تمام، عايز قراءة الأميتر. هنا قراءة الأميتر بتساوي الفيهات اللي عندي على الآر. طيب ماشي، فين مصدر التيار في الدايرة دي؟ في مصدرين للتيار، البطارية هتمد الدايرة بتيار، وبالتيار معروف انه بيخرج من القطب الموجب، وفي نفس الوقت الملف ده هينجح في قطع مجال متغير. فين المجال؟ الإكسات دي مجال. طب مين قال انه متغير؟ كلمة دي نقصت قيمة المجال، يبقى المجال بيتناقص او بيتزايد اسمه متغير، ولو تم قطع متغير يبقى هيجي تيار مستحث. يبقى ايه مصادر التيار الكهربي في الدايرة دي؟ عندي مصدرين، وكأن عندي بطاريتين، البطارية التقليدية الطبيعية اللي هي 5 فولت، والبطارية الغريبة اللي هي بالظاهرة اللي اتفقنا عليها اللي هي بظاهرة الحاس نهائيا، اللي هي هتقطع مجال متغير، فالملف هيجيب لي تيار. اذا الملف ده كمان مصدر. طب انا كنت بتعامل ازاي في قانون اوم للدائرة المغلقة لما يكون عندي مصدرين؟ كنت بقول اي يا اما في باتري واحد زائد في باتري اتنين على الار، يا اما كنت بقول اي بتساوي في باتري الكبيرة ناقص في باتري الصغيرة على الار. يعني انا كنت بتعامل مع المصادر دي على اني بجمعهم او اطرحهم بناء عن ايه؟ بناء عن اتجاه التيار. لو التيار اللي هنا مع التيار اللي هنا، تيار البطارية دي مع تيار البطارية دي كنت بجمع، تيار البطارية دي عكس تيار البطارية دي كنت بطرح. طيب الملف هيجيب لي اي ام اف، هقدر احسبها من قانون فاراداي. الاي ام اف اللي هيجيبها الملف بقانون فاراداي عبارة عن ان، الان بكام؟ بواحد، مش بيتكتب، في دلتا فاي. الدلتا فاي عبارة عن ايه؟ ايه في دلتا بي على دلتا تي.
طيب الايه هنا بكام؟ ما هو ده مربع 10 سنتي في 10 سنتي في 10 أس 4، عشان احول السنتي ده المتر والسنتي ده المتر، يبقى 10 في 10 في 10 أس 4 ب10 أس 2. طب كمل، في مين بقى؟ في الدلتا بي على الدلتا تي اللي هي 150، يبقى كأنها 150 على 100، يبقى فيها 1.5 فولت. يبقى الملف هيجيب لي فولتات وكأنه مصدر قيمته 1.5. طب يا ترى 1.5 اللي جابها الملف هتتجمع ولا هتطرح مع الخمسة؟ طيب احنا بنشوف المجال بيحصل له ايه تناقص. طب ما احنا عارفين قاعدة لينز ان احنا بنخالف اللي بيحصل، الاكسات بتقل، الاكسات بتقل، فيتكون في الملف تيار مستحث بحيث ان يخلي الاكسات ما تقلش. ازاي؟ يخلي مجال الملف اكس، زي عشان يزود الاكسات، بدل ما هتقل تزيد، بدل ما تقل تزيد. يبقى هو سمع ان الاكسات هتقل اهي، اذا نقصت قيمة المجال اللي هو اكس ده هيقل، فيقوم الملف يقرر ان يكون فيه تيار بحيث ان مجاله يبقى اكس عشان يساند الاكس اللي بتقل. طيب لو انا عرفت ان الملف ده هيحقق اكس بقاعدة امبير لليد اليمنى، يبقى اتجاه التيار مع عقارب الساعة اهو، هيبقى اتجاه التيار كده. امشي في الملف، امشي في الملف. لاحظت ايه عن تيار اللي في الملف وتيار اللي خارج من البطارية؟ الاتنين عكس بعض، يبقى البطاريات دي هتطرح. يبقى هقول ان الاي قراءة الاميتر عبارة عن الخمسة اللي هي بتاعة البطارية ناقص 1.5 اللي هي الخاصة بالإي مي إف المستحثة المتولدة في الملف، لأن هيتعامل معاه كأنه بطارية على الآر. طبعا هو في المسألة دي رسم الآر بس نسي يكتب قيمتها، هي قيمتها 10 أوم. يبقى احنا كده هنكتب على 10، يبقى 5 ناقص 1.5 على 10، هتبقى الإجابة رقم ب 35 من 100. السؤال الأخير في الشكل المقابل عند تحريك المغناطيس مبتعد عن الملف، فإن قراءة الأميتر لحظيا. الأميتر ده موجود في الدايرة أنا هركز فيها، دايرة الأميتر جاي لها تيارين، تيار جاي من البطارية وتيار جاي من القطع المجال اللي بيبتعد. طيب المجال متغير، أنا هعمل إيه؟ هحدد اتجاه البطارية في الدايرة وحدد اتجاه التيار المستحث. لو الاتجاهين ويا بعض يبقى القراءة بتزداد، لو عكس بعض يبقى بتتناقص. أعرف إزاي اتجاه البطارية؟ ده أمر سهل، هخرج من القطب الموجب، بس هو رسمها ممكن متكونش مرسومة وأنا أحددها، دي سهلة. طيب هنا المغناطيس بيبتعد، الملف ده عايز يعاكس الابتعاد. إيه عكس الابتعاد؟ التقريب. فإزاي يشده؟ يشده يخلي هنا إس وهنا إن. ليه؟ عشان الإس والإن بيتجاذبوا. طيب لما أنت عرفت إن ده ملف لولبي وده ال N وده ال S، هل تقدر تعرف التيار بقى؟ بقاعدة أمبير اليد اليمنى، الإبهام مع القطب الشمالي، يبقى كده التيار هيبقى الـ إيه؟ هيبقى هنا اتجاهه لأعلى أهو، أدي الإبهام، ويبقى كده اتجاه التيار لأعلى. يبقى إحنا عندنا التيارين اتجاههم مع بعض، يبقى أنا هختار الإجابة رقم ألف إنها تزداد. ونكمل إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم.